حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي انخفاض كمية العملة المطبوعة بنحو 1.2 تريليون دينار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. وبحسب البيانات فإن إجمالي كمية العملة الموجودة في العراق المطبوعة حتى نهاية عام 2023 بلغت أقل من 100 تريليوني دينار عراقي، لتنخفض عن كمية العملة التي كانت موجودة في العراق في الشهر التاسع من عام 2023 والتي بلغت حينها نحو 103 تريليونات دينار. ويعد هذا الانخفاض ثالث أكبر انخفاض مسجل منذ 20 عاما. تراجعت إيرادات العراق الفعلية لسنة 2023 بنسبة 16% مقارنة مع 2022، مع تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 19% حسب مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية. وبلغ مجمل الإيرادات النفطية للعراق لسنة 2023 نحو 117 تريليون دينار عراقي، منخفضة عن 2022 والتي كانت 153 تريليون دينار، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية للسنة نفسها نحو 11 تريليون دينار عراقي. أعلنت وزارة النفط خفض العراق إنتاجه من النفط إلى 600 ألف برميل يوميا ضمن خطط منظمة أوبك ليصل إنتاج البلاد إلى 4 ملايين برميل يوميا. وقال وزير النفط حيان عبد الغني إن العراق ملتزم بسقوف الإنتاج الخاصة بمنظمة أوبك، وذلك مبررا ذلك بالمحافظة على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وأشار إلى أن منظمة أوبك لديها خطة لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 16% في السنوات المقبلة. أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية استمرار الخلافات على قانون النفط والغاز ما بين بغداد وأربيل رغم كل الحوارات والتفاوض بين الطرفين طيلة الأشهر الماضية وعقد اللجان الفنية والقانونية المشتركة اجتماعات عدة. وقال عضو اللجنة علي سعدون إن أبرز نقاط الخلاف تتركز حول آلية التسويق والعائدات المالية، ولهذا لا يوجد أي موعد محدد أو مقرر لتمرير هذا القانون من قبل البرلمان، على الرغم من أهميته لحسم كل الخلافات العالقة المالية والنفطية. جاء العراق في مراتب متأخرة باستهلاك الأسماك عالميا بناء على حساب نصيب استهلاك الفرد الواحد من الأسماك طوال السنة. وبحسب آخر بيانات متوفرة محلية وعالمية فإن العراق يحل في المرتبة 164 من أصل 200 دولة حول العالم باستهلاك الأسماك، حيث بلغ نصيب الفرد من استهلاك الأسماك 3 كيلوغرامات و300 غرام في السنة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي، في أمان الله.